أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذا المساء، واستمرارا لملفنا بنقاش الاشتباك على الحدود الإسرائيلية اللبنانية وما صدر من آخر التصريحات. بتأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع بيني جانتس بالرد وبقوة على أي هجوم يشن على إسرائيل. أرحب بضيوفي مجددا. معنا في الاستوديو دكتور حسن مرهج محلل سياسي مختص في شؤون الشرق الأوسط، وأيضا معنا السيد أو دكتور جاك ليريا ضابط سابق في الاستخبارات الإسرائيلية. أهلا بك مجددا. ومعنا عبر خدمة سكايب السيد شلومو جانور محلل سياسي إسرائيلي. أهلا بك سيد شلومو. يعني هل هذا التصعيد الذي نراه اليوم على الحدود اللبنانية الإسرائيلية يخدم بنيامين نتنياهو، وخاصة بأن الاحتجاجات كانت في زخمها؟ سيد شلومو، السؤال موجه إلي؟ نعم سيد شلومو. هل السؤال؟ لا أعتقد بأن نتنياهو قد أراد أو خطط أن يكون مثل هذا الحادث في هذا اليوم لكي يساعده في وضعه السياسي. زد على ذلك بأن المؤتمر الصحفي الذي تم قبل دقائق هنا بين نتنياهو وبين جانتس نده في حكومة الائتلاف الوطني حكومة الطوارئ يشير بأن الجميع تركوا الأمور والخصومات الائتلافية والسياسية والحزبية جانبا لمعالجة الأمور الأمنية الطارئة، وهذا هو من ميزة المجتمع الإسرائيلي حيث هناك إجماع وطني دائم، وثبت ذلك في الماضي عدة مرات بأنه في حال حدوث وأمر وضع أمني فالجميع يلتف حول الحكومة ويضع الأمور الثنائية جانبا. هذه المرة أيضا ثبت ذلك، وشاهدنا الاثنان في المؤتمر الصحفي المشترك. الأزمة اللبنانية للأسف الشديد لم تنتهي، ولذلك أعتقد بأن هذا التحالف حول الأمور الأمنية سيستمر، ومع ذلك ستستمر العلاقات المتوترة بين أركان الائتلاف الحكومي بغض النظر عن الالتفاف ورص الصفوف حول المواضيع الأمنية. نعم سيد شلومو. دكتور جاك أريد أن أستمع إلى تعقيب. نعم تفضل. أنا يعني متأكد مثل شلومو أنه نتنياهو وغانتس ما خططوا الحادث اليوم، بس الحادث اليوم هو حجة فظيعة لحل مشاكل سياسية بإسرائيل، لأنه نحن نعرف أنه الحادث هو حادث يعني مش ما استغربنا، ما صار شيء على الأرض، من قتل إسرائيلي، من جرح إسرائيلي، من خطف إسرائيلي، ومش عارفين إذا حزب الله مش حزب الله، بس اثنيناتهم شو قالوا؟ قالوا خلينا نستغل الوضع، اليوم انحلت مشكلة الميزانية الإسرائيلية، انحلت مشكلة الانتخابات الإسرائيلية، راح الانتخابات اللي كان محدد لنوفمبر يما لشهر 3 الجاي، خلص يعني لأني عم نحكي على نوفمبر، يعني هذا الوضع بيساعد يعني ونتنياهو بيجربوا ياخذوا الوضع الامني حتى يغطي على الوضع الاقتصادي والازمه الاقتصاديه والصحيه الموجوده باسرائيل، هذا اكيد 100%. هل يمكن افتعال امر كهذا من اجل يعني التملص من مأزق كالاحتجاجات والحرب؟ لازم واحد يقرا ماكيافيلي، يعني مش انا ما اخترعت القضيه، انا كنت موجود بالسياسه، انا ما بعرف شو كيف الناس بتفكر. القضية يعني ما كان تخطيط من أول إنه خلينا نستغل الوضع، بس إذا كان الوضع بيساعدنا ليش ما نستغله؟ لأن هنالك يعني أشخاص يرون بأن الأمر مريب. يعني أيضا دعنا نقول دكتور حسن مرهج، أنت تسكن في قرية الغجر يعني الموجودة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، والحركة السكان في المنطقة عادت بعد يعني تقريبا ساعتان من الاشتباك، هل هذا يعني علامة على أن الوضع كان لربما مفتعلا كما يراه بعض المراقبون، وبذلك كان ضم يعني الجانب الإسرائيلي يضمن بأن لن يكون هناك اشتباكات أخرى؟ لا، ما في نية إسرائيلية لأنه إسرائيل تشن حرب ضد حزب الله اليوم. نعم. مش معقول لأنه بفكر أنه بالعقلية الإسرائيلية هذا مش وارد. اللي وارد هو وارد انه بسوريا الترسيخ الايراني بسوريا، الميليشيات الايرانيه بسوريا، استودعات الاسلحه بسوريا، هذا الوضع. بس من جهه الاسرائيليه
شو اليوم يعني الوضع هو انه في على الاجنده كان حديث اليوم بالظهر كان الوضع الاقتصادي، كان الوضع الصحي، كان المشاكل الاجتماعيه. اليوم بعد من بعد اللي قاله نتنياهو وغانس غطوا على هذا باجنده جديد، اجنده امني، انه هلا نحن اسرائيل اهم شيء في حياتنا هو الامن، وهذا مش مزبوط. نعم، وذات المراقبين يعني بعض المراقبين يرون بانه في حال تم الاعتراف من قبل الدول واعتراف دولي على ان حزب الله منظمة ارهابيه ربما ستختصر اسرائيل ولن يعني تتعارك معه، هل هذا الامر وارد؟ أنا ما أفكر إنه في علاقة بين اللي صار اليوم وبين علاقة بين استمرارا بين لما يعني حدث اليوم يعني لاختصار لا المواجهات ما في العسكرية. ما في حكي ولا تشاور بيننا وبين حزب الله، في الحكي هو على الأرض. نعم. ما في حكي يعني مثل ما بتقول في حكي مع حماس، ما في حكي بس في عن طرف ثالث. الواضح إنه قالوا امبارح وأول امبارح إنه إسرائيل وجهت تحذير لحزب الله عن طريق روسيا وعن طريق أمريكا، هذا مش وارد بالعقلية الإسرائيلية. ما في يعني الإسرائيلي اللي بدي يقوله بيقوله دغري على بالصحافة وقدام الناس قدام التلفزيون بيقول بحذرك انتبه، هذا العقلية الإسرائيلية مش أكثر من هيك. نعم، استمرارا سنغوص أكثر في هذا المحور، ولكن أعود إلى المحور الإيراني. يعني احتجاجات في إيران أيضا تطالب به يعني بقاء المال الإيراني داخل إيران وعدم خروجه إلى كل من لبنان لحزب الله لسوريا لغزة حتى واليمن. يعني بداية اسمحي لي بدقيقة بس تعليق على سؤالك الأول. بنيامين نتنياهو صياد فرص ماهر وبارع جدا، وعندما تقع الفريسة يعرف من أين تأكل الكتف، وعندما بلغ بهذا الحدث ظهر بشكل يعني واضح كان الأعين بأنه لدي مهام أمنية هامة مصيرية، حياة المواطنين أهم من كل هذه المظاهرات وما تفعلوه أمام شارع بلفور وأمام منزله وأمام الكنيسة. هذا ما أراد أن يقول، وأيضا كما فعل في أزمة الكورونا. نعم. واستطاع وضع نعم. الاسفين انتقل الآن إلى مراسلنا مرة أخرى. نعم. سنعود أكثر لنتوسع في هذا المحور دكتور حسن مهير. التوتر بين الاثنين في خطابه. أريد أن أنتقل إلى مراسلنا مروان عثامني. مروان عثامني، أنت الآن من أمام مقر وزارة الأمن، يعني استمعنا أيضا لأن الاحتجاجات يعني لا تستمر هذه الأثناء في خضم يعني انشغال وسائل الإعلام في تغطية الاشتباكات. لما أفهم السؤال حقيقة، بما أنك يعني تابعت الاحتجاجات لأيام مروان، تابعت الاحتجاجات لأيام من أمام منزل بنيامين نتنياهو، واليوم أنت تتابع من أمام مقر الأمن الإسرائيلي، هل ترى يعني نحن نناقش هنا بأن بنيامين نتنياهو نجح بصرف وثني الأنظار عن قضايا الفساد، عن عدم يعني إدارته للكورونا والملف الاقتصادي، من أمام يعني مقر الأمن هنالك هدوء؟ لا أعتقد ذلك حقيقة دانيا. لا نعم دانيا، لا أعتقد حقيقة أن نتنياهو نجح في ذلك حتى اللحظة، حتى مع وجود التوتر الأمني وتغيير الأجندات الإعلامية من الاحتجاجات اليومية التي تجتاح إسرائيل في كافة البلدات والمدن على طول البلاد وعرضها، احتجاجا على فساد نتنياهو واحتجاجا على ما آلت إليه الأمور من إدارة فاشلة بحسب ما يراها الكثيرون للحكومة الإسرائيلية لأزمة الكورونا، لم تتغير. وحتى وإن الأجندة تغيرت قليلا نحو الموضوع الأمني بسبب الحادثة التي شهدناها مساء اليوم أو بعد ظهر اليوم في جبل الروس، لكن نعم. سريعا سوف نرى الأجندة الإعلامية تعود مجددا لملاحقة نتنياهو، لملاحقة ملف الفساد ومتابعة. طيب، بعيدا عن ملاحقة نتنياهو، كيف تقرأ وزارة الدفاع نفي حزب الله لهذه الاشتباكات وضلوعه فيها؟
إسرائيل ترى أن حزب الله في هذا الموضوع حزب الله يحاول أن يكون نوعا ما إذا ما شئنا أن نسميها ليس فخورا أو لا يتفاخر ولا يتمهب بما حققه كونه أنه لم يحقق إنجاز في هذه العملية إن صدقت. حزب الله بالمناسبة ينكر جملة وتفصيلا وجود أي عملية وضلوعه في أي عملية ضد إسرائيل هذا اليوم ولا وجود لقتلى أو جرحى في صفوفه. بالتالي يعني مروان أنت تتوقع يعني يوم غد تذهب وتغطي الاحتجاجات من أمام منزل بنيامين نتنياهو في شارع بلفور في القدس؟ لا ليس بالضرورة، لكن الأوضاع التوتر الأمني الحاصل في على الحدود الشمالية سوف يرافقنا أيضا خلال الأيام القليلة المقبلة. نعم وصلت الفكرة زميلنا قد قال أنه لم مروان عثامني شكرا لك على هذه الإيضاحات لكنه على ينوي القيام بذلك. شكرا لك الزميل مروان عثامني مراسلنا كنت معنا من أمام مقر وزارة الأمن الإسرائيلية. يعني استمعنا إلى أيضا مراسلنا بأنه يقول بأن موضوع الاحتجاجات لن يهدأ. سيد شلومو نرى دائما الخلاف يتصاعد ما بين بنيامين نتنياهو ما بين الليكود وحزب كحول لافان على كافة الأصعدة، إن كان على خطة الضم إن كان أيضا على الميزانية وحول كل شيء تقريبا. بما يتعلق بلبنان، هل سينجح حزب أزرق أبيض أو كحول لافان بأي تصعيد عسكري من الجانب الإسرائيلي سيد شلومو؟ كما شاهدنا في المؤتمر الصحفي، وهذا أكبر إثبات ودليل على أن هناك موضوع وهو خط أحمر داخلي بين الأحزاب المختلفة وهو موضوع الأمن. فلذلك أعتقد بأن جميع المحاولات لدك سفين بين الأحزاب المختلفة في الأمور الأمنية سوف لا ينجح، سواء محاولات خارجية أو داخلية. التوتير أو التصعيد الذي شاهدناه اليوم للأسف الشديد سيستمر، وذلك على ضوء المعلومات الواردة وأيضا تمحيص الوضع الأمني من جراء حادث اليوم، وهو أن الضربة التي تلقاها حزب الله لسمعته اليوم سيجبره على القيام بعملية إضافية خلال الأيام القليلة من هنا، جاهزية القوات الإسرائيلية من هنا، مواصلة القوات الإسرائيلية في حالة الاستنفار من هنا، أيضا التوجيهات التي والتعليمات لسكان القرى الحدودية بالعودة إلى مزاولة حياتهم الطبيعية، وذلك لعدم مساعدة محاولات حزب الله في تصعيد الأمور. الجيش مستعد، السكان يمارسون حياتهم بحرية بصورة طبيعية، وهنا التنبيه بأن حزب الله قد يلعب بالنار، ولذلك جاء التحذير مساء اليوم من نتنياهو وغانتس على حد سواء بأن لا يلعب بالنار ويستخلص العبر من عمليات الماضي. نعم دكتور جاك، يعني عودة إلى الحدود المحتدمة، يعني اليونيفيل ويعني النقاش حول تجديد تكليفه بالبقاء على الحدود، هل سيكون قادرا بالفعل على بسط سيطرته بتركيبته الحالية بصيغته الحالية؟ هيدي نكتة، عم تخبرين نكتة، لأنه يونيفيل راح يكون قادر إنه يسيطر على حزب الله؟ شو عم نضحك على مين؟ عم نضحك هنني بيضحكوا على حالهم، نحن بنضحكوا. نحن بنسميه كان بنسموه بإخراج جنود الشوكولاد، جنود الشوكولاد، جنود شافوا لما كان شوكولاتة لما وصل المتشددين حتى بحدود سوريا، أنسوا كان موجود هناك، أخذوه من أسرة، ولا واحد رفع حتى رصاصه واحده، ما قوصوا. ودي راح يقوصوا على حزب الله؟ حزب الله بكره اذا كان راح يقوم على يونيفيل حطهم كلهم بالحبس، وإما بيطردهم كلهم من لبنان. هذا مش معقول. بهاي النقطه تحديدا حزب الله امين العام صرح يعني بشكل علني على التلفزيون، قال انه لو بدهم يونيفيل يبقى ما عندنا مشكله، بدهم يمشوا ما عندنا مشكله، بدهم ما يدعموهم كمان ما عندنا مشكله. يعني اليونيفيل هو ليس عائق لا حزب الله ولا لإسرائيل، يعني لان حزب الله متعايش مع اليونيفيل، ولا لان اليونيفيل ليس لديه يعني اي دور كما قال دكتور
دور عسكري ليونيفيل لا يستطيع أن يمنع، لم يستطع منع إسرائيل من دخول اليونيفيل، لم يستطيع إيقاف العمليات ضد إسرائيل. كيف تقرأ الاتهامات التي تطال اليونيفيل كونها يعني جزء من جهاز الاستخبارات؟ اليونيفيل هي موضوع تنسيق، تنسيق أمني. إحنا لا نتحدث أنا وجاك مع بعض، أنا أتحدث إليك وأنت تنقل له رسالة وذلك. لما وصل يونيفيل كان أول شيء كان قائده ضابط فرنسي، بعد ضابط فرنسي فكر إنه هو رح يدبر القضايا بجنوب لبنان، قوصوا عليه مرة مرتين ثلاث مرات وهرب. راح أجا بعده الكولونيل هيجينز، حرام خطفوه قتلوه، وبعد هيجينز يونيفيل كمل يعني رسالته بجنوب لبنان، يعني وجود ولا ما بيعمل غير شيء بين ولا يؤثر لا على حزب الله ولا إسرائيل. نقطة مهمة لا. جدا بالنسبة إلى التصريح أن عودة المواطنين إلى حياتهم الطبيعية، لكن لا أحد يعرف من المتواجدين هنا ولا ضيفك من القدس إنه ما هي الحياة الطبيعية. الحياة الطبيعية ما قبل الحادث، يعني هناك إغلاق للطرقات، هناك عدم الذهاب إلى الأراضي الزراعية ويعني يستطيعوا أن يقطفوا ثمارها أو غيره، هناك مناطق مغلقة عسكريا، هناك حواجز عسكرية متواجدة على الطرقات. هذه الحياة الطبيعية الذين يصرحون عنها، هذه ليست حياة طبيعية. عندما يكون شارع رئيسي هناك شرطة عسكرية أو حاجز لشرطة عسكرية، إذن يتمثل يعني العودة إلى الحياة الطبيعية. هذه الحياة المتواجدة، هذه ليست حياة طبيعية، يعني هذه ليست حياة طبيعية. لكن هذا يتمثل يعني باستطاعة السكان من الخروج إلى من البيوت، باستطاعة الخروج من البيوت داخل المنطقة المتواجدون فيها، ولكن نعم. التنقل من منطقة إلى أخرى هناك طرق مقفلة منذ أيام. حتى تل أفيف ما في حياة طبيعية مع الكورونا، يعني الكورونا موضوع تاني، ولكن حسب المنطقة الأمنية الشمالية هذا الوضع الذي شاهدته بأم عيني يعني نعم. خلال نهاية الأسبوع اللي تواجدت فيه في القرية. في حال كان معنا أكثر وقت سنناقش أكثر يعني ال حدود وليس تل أبيب. أنتقل إلى سيد شلومو. سيد شلومو، يعني بعض المراقبين يعني يرون بأن نتنياهو كما قلنا في السابق بحسب هذه الرؤية بأن لديه مصلحة بالتصعيد، ولكنه ليس بالمقدرة على أن يعني يتسلم أو يستمر ويأخذ في زمام الأمور في حال فعلا تصاعدت الأمور إلى الحرب، خاصة وأن لديه قضايا فساد. سيدتي لو نعم سيدتي لو حقا هذه هي النظرية على نتنياهو أن يرسل تشيك مبلغ كبير جدا إلى حزب الله وإلى الحكومة اللبنانية لمساعدتهم وإخراجهم من الدائرة المالية التي يعانون منها، ولكن هذا غير لا يعقل بأن نتنياهو قد دبر هذا التصعيد مع نصر الله، هذا لا يعقل. الأمر هذا ليس غريب لأنه فعلها مع حماس ويرسل لهم بالشنط 15 مليون دولار و20 مليون دولار، فعلها مع حماس والقصف يستمر وبعد يومين ترسل الحقائب بملايين الدولارات إلى غزة. نعم. فما المستبعد أن يرسل أيضا إلى لبنان يعني بعض الحقائب عن طريق قطر الكويت، يعني فيه هناك ضحايا خليجيين. ممكن أن نقرأ ما يقوله دكتور حسن مرهج بأن هذه الاشتباكات لربما يعني مفتعلة لربما من جانب واحد فقط. سيدتي هناك خطوط حمراء واضحة ومن قبل إسرائيل، ليس من اليوم، ليس من قبل هذه الأزمة أو قبل تشكيل الحكومة الحالية أو تقديم نتنياهو للمحاكمة، هي خطوط حمراء عملت بها حكومات إسرائيل طيلة الوقت، وهي بالنسبة لموضوع إيران فالخطوط الحمراء تقول بصورة واضحة عدم السماح لإيران بالحصول على قدرة نووية وعدم حصول إيران على قدرة في تطوير الصواريخ الباليستية. بالنسبة لسوريا ولبنان وهنا أيضا المثلث الإيراني، عدم السماح لإيران بالهيمنة وبالتواجد بداخل الأراضي السورية، عدم السماح لإيران بمد الميليشيات الشيعية وحزب الله بالصواريخ الدقيقة والأسلحة، والأمر الثالث وهو عنوان هذه الحلقة، عدم السماح لإيران وحزب الله بفتح جبهة جديدة
واحدة باستثناء لبنان في الجولان. كل هذه نعم. الأمور هي موضوع معروفة ليس بسبب محاكمة نتنياهو التي لم تتوقف، ليس بسبب الكورونا التي هي جل اهتمام هذه الحكومة وحكومات سابقة ولا سمح الله حكومات تالية أيضا. والوضع هو مفروض على إسرائيل نعم. فلذلك أنا بدي نعم على دكتور جاك أريد أن أستمع إلى تعقيبك على هذا ثم ننتقل إلى الجبهة السورية. نعم. ما كان في مخطط إسرائيلي على أنه واحد يكون في حادث والحادث رح يكون رح يغير الأجندة الإسرائيلية، بس الحادث وقع. حدث نعم. وقع لأنه كان على الأرض. نعم نحن لا نقول أنه يعني مفتعل، ولكن كسياسي أنا بعرف شو بأخذ هذا الحادث وبستغله لأغراضي الشخصية، للمصلحة الشخصية، المصلحة الشخصية أنه الحكومة تكمل طريقة. ولكن إسرائيلي عملت كنت تعرف أن هناك موجود قوات الحزب الله. ب 1973 كانت نعم. حرب أكتوبر، بعد حرب أكتوبر كان في احتجاجات شعبية، وهذه الاحتجاجات الشعبية مع أنه غير الأجندة والحرب واللي كان وكل شيء جابوا التغيير بالحكومة آخرتها. يعني كان في انتخابات عن جديد، عن الاحتجاجات مش نعم. تتغير، موجودة على الأرض لأنه هي موجودة لأنه في أسباب اقتصادية وغيرها موجودة على الأرض. بس نتنياهو وبيني غانس لازم لهم أكسجين حتى يتنفسوا، وهذا الحادث على الأرض يعطيهم أكسجين اليوم. نعم، وأنت كنت وقد قلت في الجزء الأول من هذا المساء نعم سيد شلومو. نعم تفضل. أخالف رأي سيد نريا، لذلك نعم. وهنا معلومة جديدة، إذا أراد حقا نتنياهو في تصعيد الأمور اليوم لكان قد وجهت الأوامر للقوات الإسرائيلية بتصفية أعضاء الخلية التي تسللت. نعم. علينا أن نذكر أن هذه الخلية كانت تحت أنظار القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية وحتى اجتيازها الأراضي نعم الإسرائيلية. يعني من تصريحات متحدث الجيش الإسرائيلي بأنهم عادوا إلى لبنان. نعم. وإذا أرادت إسرائيل تصفيتهم كان بوسعها تنفيذ ذلك. ولكن أذكر هنا السادة المشاهدين الكرام بما تم قبل 3 أشهر عندما أغارت طائرة بدون طيار إسرائيلية. للأسف هنالك تقطع. نعم سأعود إليك سيد شلوم، هنالك تقطع بالاتصال. أنا باعتقادي لو إسرائيل استطاعت أن تقضي على هذه العناصر اللي قضت عليهم، ولا أعتقد أنه حملتهم باقة من الورد وقالت لهم عودوا إلى لبنان كما أتيتم منها سالمين غانمين وربما أعطتهم الجوائز وعادوا فيها. لو استطاع الجيش الإسرائيلي أن يقضي على هذه العناصر اللي قضى عليهم ولم يسأل له سائل، لأنه هذا ما يفعله أيضا في سوريا. وعلى الخطوط الحمراء أريد أن أقول لشلومو جنور أنه كل ما فعلت إسرائيل منذ 20 عاما لم تستطع أن توقف المشروع النووي الإيراني، واكتسبت إيران التكنولوجيا النووية التي لم تتواجد في أي دولة في العالم إلا في إيران، الصواريخ الباليستية الإيرانية الدقيقة التي قصفت فيها قواعد أمريكية في العراق لم توقفها القصف الإسرائيلي، التواجد الإيراني في سوريا شرعا حسب الحكومة السورية هو متواجد شرعا على أراضيها، وإسرائيل لم تستطيع أن توقف الإيرانيين في إلى هذا الحد، ولا تواجد حزب الله في الحد، ولم تستطيع أيضا حسب الضباط وجنرالات إسرائيليين استخباراتيين لهم يعني باع طويل في هذا المجال يقولون ويتحدثون عن صواريخ دقيقة الهدف المتواجدة لدى حزب الله حتى بالعدد، يعني منهم ما يصرح 1500 منهم نعم. يصرح ما يعني لا أعرف إذا كان هناك يوجد أحد على الحدود ويعد هذه الصواريخ عندما تعبر إلى حزب الله أو كيف تأتي نعم. إلى حزب الله. فأنا لا أفهم هذه في الجزء الأول الخطوط نعم. الحمراء التي باءت بالفشل، وكل ما تفعله هو التصعيد لحرب إقليمية في المنطقة. وصلت الفكرة دكتور جاك، كنت وقد ذكرت في الجزء الأول من هذا المساء بأن إسرائيل ما يهمها هو الجبهة السورية وليس ما يحصل مع حزب الله على الحدود اللبنانية. أنا فكر أن هذه غلطة،
شخصيا انا بفكر انه غلطه. بعد حرب لبنان الثانيه من 2006 لليوم اسرائيل ما اهتمت بالوضع اللبناني مع حزب الله، يعني حتى يعني ما بعرف اذا كان خوف يا ما كان هذه السياسه يا ما شيء، بس اسرائيل ما ضربت حزب الله بلبنان، ما منعت المستودعات حزب الله بلبنان، الانفاق مثلا سنين بعد سنين. لماذا؟ هل هو ضعف معين في هذه كانت سياسه السياسة اختارتها كل حكومة إسرائيلية من 2006 لليوم. يعني في سبب، السبب شو سبب؟ يعني لأنه إسرائيل ما لها نية إنه ولا مصلحة إنه تخوض حرب على لبنان. ليش؟ لأنه نعم لأنه وصلت الفكرة للأسف الوقت أخذ منا. بس نعم. لبنان بيخوف إسرائيل، لبنان بيخوف إسرائيل لأنه بتفوت على لبنان ما بتعرف كيف تطلع من لبنان، فوت على لبنان وبتضلك بلبنان 20 سنة. للأسف الوقت نفذ منا. شكرا لكم، شكرا لك دكتور جاك نيريا ضابط سابق في الاستخبارات الإسرائيلية، شكرا لك دكتور حسن مرهج محلل سياسي مختص في شؤون الشرق الأوسط، شكرا لك أيضا سيد شلومو جانور محلل سياسي. مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا المساء، ألقاكم في ملفات أخرى، إلى اللقاء.